كورونا 50 مليون مصاب دون بريق أمل، إنقاذ قلب متبرع به من حادث تحطم مروحية، وتجربة أول رحلة ركاب داخل كبسولة هايبرلوب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. فيما ينتظر العالم على أحر من الجمر لقاحاً للقضاء على فيروس كورونا، لا يزال الفيروس يحصد المزيد من الضحايا يوماً بعد آخر. ففي جديد الإحصاءات، تسبب كورونا بوفاة أكثر من 1,250,000 شخص حول العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر 2019، فيما أصيب نحو 50 مليون شخص. تسارع الإصابات يأتي في وقت يكثف العلماء جهودهم لوضع حد لهذه الجائحة، وعلى الرغم من أنهم لم يوافقوا بعد على لقاح لكوفيد 19، غير أن التجارب العالمية الكبيرة تجري بشكل جيد، ومن المتوقع ظهور نتائج مبكرة في نوفمبر الجاري أو ديسمبر المقبل. في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، كتبت لأحد المرضى حياة جديدة مرتين. المريض كان ينتظر قلباً متبرعاً به لإجراء جراحة لزراعة القلب، وعند وصول المروحية التي كانت تحمل القلب للمريض إلى سطح المستشفى، تعرضت لحادث وتحطمت نتيجة خلل في عملية الهبوط. لكن ولحسن حظ المريض، تم إنقاذ القلب وأجريت له الجراحة بنجاح، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، كما تم إنقاذ 3 ركاب كانوا على متن المروحية. في خطوة يبدو أن شركة سامسونج تسعى من خلالها لانتزاع حصة في السوق، سوق الهواتف المتحركة من هواوي، قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الشركة الكورية قد تطرح أحدث نسخة من هواتفها جالكسي S، وهو هاتف جالكسي S21، قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع. المصادر أشارت إلى أن سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد في أواخر يناير من العام المقبل، في وقت تواجه شركة هواوي الصينية وضعاً صعباً بسبب القيود التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. في إنجاز تاريخي ومشروع مستقبلي واعد، أكملت شركة فيرجن هايبرلوب أول رحلة ركاب في العالم لكبسولة تسير داخل أنبوب مفرغ معلق بواسطة أنظمة مغناطيسية. التجربة جاءت ضمن اختبار أمان رئيسي للتكنولوجيا، التي تأمل الشركة أن تحدث تغييراً في مجال نقل البشر والبضائع، فيما قال مسؤولون فيها إن الراكبين اللذين أجريا التجربة وصلا بسرعة بلغت 172 كيلومتراً في الساعة إلى موقع اختبار نظام ديفلوب التابع للشركة في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. وتتصور الشركة مستقبلاً تتدفق فيه الكبسولات المعلقة المليئة بالركاب والبضائع عبر أنابيب مفرغة بسرعة 966 كيلومتر في الساعة أو أسرع. في إطار مكافحة الإرهاب، باشرت الشرطة النمساوية اليوم أكثر من 60 عملية دهم شملت مواقع ترتبط بجماعة الإخوان وحركة حماس. تقارير أفادت بأن الشرطة النمساوية اعتقلت أكثر من 70 مشتبهاً بهم في حملة مداهمة لعدد من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة للتنظيمين، فيما قالت النيابة العامة إن المداهمات جرت في 4 مناطق مختلفة، موضحة بأن الحملة ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم منفذ الهجوم. صورة مذهلة رصدت لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس، تمكن من التقاطها المصور أندرو ماكارثي من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. المصور استطاع التقاط الصورة رغم أن المحطة الدولية تتحرك بسرعة كبيرة للغاية، حيث تكمل كل 20 دقيقة مروراً كاملاً بمدار كوكبنا بسرعة 17,000 ميل في الساعة. صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت عن ماكارثي قوله إن الصورة كانت من أصعب اللقطات التي قام بتصويرها، مشيراً في حسابه على إنستغرام بأن زمن مرور المحطة كان أقل من ثانية، الأمر الذي تطلب تخطيطاً للوقت بشكل دقيق إلى جانب معدات تصوير خاصة.